وللساحر عباد الله علامات ينبغي أن نعلمها لنحذر من كل من كان متصفا بها. فمن علامات الساحر أنه يسأل من يأتيه عن اسمه واسم أمه، ولربما قبل أن يحدثه أخبره باسمه واسم أمه ومن أين أتى وما هي مشكلته التي يعاني منها. ومن علاماته عباد الله أنه يتمتم بكلمات لا تفهم وألفاظ مجهولة، ولربما يأتي بطلاسم وعبارات غامضة، أو تجد فيها دعاء لغير الله، أو أن يقول عندي رقية سرية لا يعلمها أحد إذا أظهرتها فسدت. ومن علاماته كذلك أنه يطلب ممن يأتيه أن يأتيه بملابس خاصة أو بأجزاء من بدن من يريد أن يلحق به الضرر. فهذه بعض علامات الساحر. ومن علاماته الساحر كذلك أن يخبر بأمور غيبية أو مكان السحر، أو يقول أغمض عينيك وأخبرني من ترى، أو أن يقول عندي قرين من الجن يساعده. وله علامات كثيرة، فكل من أحدث ريبة فابتعد عنه، واعلم أنه في أمره شك في سحره أو غير ذلك. وعندما يضبط ساحر يوجد دائما في حوزته أمثال هذه الأمور التي ينفث فيها سحره وينفث فيها شروره من الحجب وغيرها، مما يترتب على وجودها أضرار كثيرة في الأفراد والمجتمعات. ولا يخدعنك بقراءته أحيانا للقرآن أو كتابته لآيات من القرآن، فإنه يكتبها بالنجاسات ويضيف إليها الشركيات من الاستغاثة بغير الله ودعاء الجن والشياطين.